السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع المصارع. أكيد كل واحد فينا بيتمنى يكون هو المصارع. هتكسب في كم جولة وهتنتصر في كم جولة، وفي النهاية هتقول أنا المصارع اللي إن شاء الله ماشي في طريق ربنا، عمري ما فيش شيطان هيعطلني، لا شيطان إنس ولا شيطان جن، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. أخويا وحبيبي، حددنا أعدائنا الأربعة واتكلمنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا عن قصة الصراع. شفنا الصراع بدأ إزاي بين إبليس وبين سيدنا آدم عليه السلام، وشفنا قد إيه إبليس قدر أن يحتال على أبينا آدم ويكون سبب خروجه من الجنة، والكل هبط ونزلوا الأرض، وبدأت قصة الصراع تحمى وتحمى وتكبر قوي، وتفضل قصة الصراع دايرة مع ما بين إبليس وبين سيدنا آدم. ثم بعد وفاة سيدنا آدم تستمر الصراع لحد يوم القيامة، لأن إبليس طلب من ربنا أن هو ينظره ويؤجله لحد يوم القيامة، وربنا استجاب له. عشان سبحان الله، عشان تعرف قد إيه كره إبليس لأي إنسان بيوحد ربنا وبيعبد ربنا ويؤمن بربنا سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، إحنا حددنا أعدائنا بأربعة، قلنا النفس والهوى والدنيا والشيطان. خد بالك، ربنا ما أمرناش إن إحنا نعادي الأعداء الأربعة دولت، بل أمرنا إن إحنا نعادي عدو واحد بس. خد بالك، بالنسبة للدنيا ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا إن الدنيا ديت هي يعني مزرعة نقدر نغرس فيها الخير والعمل الصالح عشان نجنيه في الآخرة، لكن المطلوب منك إن أنت تعرف قدر الدنيا وإن هي حقيرة لا تساوي أي شيء. وقال عنها جل وعلا: ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فإذا المقصود بس إن احنا نعرف قدر الدنيا وإن هي ما تسويش أي شيء، وإن احنا لا يمكن في يوم من الأيام نفضل الدنيا على الآخرة، إنما عداوة الدنيا ما نعاديش الدنيا، فالدنيا لا تزم لذاتها. طب لما جي عند الهوى، عند الهوى النبي عليه السلام بس أمرنا إن يكون هوانا تبعا لما جاء به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث ضعفه بعض أهل العلم. طب لما نيجي عند النفس، ربنا ما أمرناش إن احنا نعادي النفس، إنما قال إيه؟ قال: قد أفلح من زكاها. زك نفسك، إنما ما تعاديش نفسك. إنما جاء عند الشيطان قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالوحيد اللي ربنا أمرنا إن احنا نعاديه هو الشيطان. عشان كده بقول لك هو ده العدو اللدود اللي إن شاء الله هنصارعه وهننتصر إن شاء الله. طيب، لكن قبل ما نصارع الشيطان وقبل ما نخش معاه الجولات القوية اللي هنخشها ضده، لازم نعرف مين هو الشيطان. وقلت لك قبل كده لما يكون في مصارع أو ملاكم داخل في يعني مسابقة دولية أو أي حاجة من الحاجات اللي بتتعمل، لابد ان هو يدرس الخصم بتاعه، بيجيب زي ما قلت لك شرايط الفيديو بتاعت مبارياته السابقه، ويدرس نقاط القوه ونقاط الضعف، ويشوف يقدر يخش له منين، ويشوف المنطقه اللي هو بيكون ما عندوش فيها قوه تحمل عشان يضغط عليه، وبيشوف ازاي ان هو يعني يكسب اكبر قدر من الجولات. عشان كده بقول لك عايز تنتصر على شيطانك لازم تعرف مين هو، إمكانياته إيه، قدراته إيه، يقدر يعمل إيه، إيه نقاط الضعف اللي عند الشيطان، وإيه نقاط القوة اللي موجودة عنده. ولذلك الحلقات اللي جاية هتكون كلها بعنوان اعرف عدوك. تعال بسرعة في عجالة سريعة نعرف مين هو العدو. لكن قبل ما نعرف مين العدو، هو ترى فعلا في جن ولا مفيش؟ لأن بعض الناس بتنكر وجود الجن، بتقول لك هو مفيش حاجة اسمها جن أصلا، والكلام ده كله خرافات في خرافات. لكن عايزين نقول يا جماعة، هل الجن فعلا موجود ولا مش موجود؟ نقول ان من اصول العقيدة ان احنا نؤمن بالغيب. قال جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب وهم بالآخرة هم يوقنون. والجن من الغيب، وربنا اخبر ان في جن يبقى في جن. الأدلة من القرآن، قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس الا
إلا أن يعبدون. وقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وهناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة الجن. الأدلة من السنة هكتفي بدليلين اتنين فقط. حديث الأولاني رواه مسلم عن ابن مسعود إن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وافتقدوه بعض الوقت فظنوا أنه قد اغتيل، حد قتل أو حد أذاه، فتخضوا عليه. فجأة لقوا النبي جاي من قبل غار حراء، فسألوه قالوا له: يا رسول الله يعني اتخضينا عليك وقلقنا عليك. قال: إني، خد بالك بقى، إني قد أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، وأخذ النبي أصحابه وأراهم آثار الجن وآثار نيرانهم. ده الحديث الأول. الحديث الثاني رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراك تحب الغنم والبادية. بيقول له: أنا شافك يا أبا سعيد بتحب أن أنت تعيش في البدو كده وتعيش وسط الغنم، تمام، ويعني بتحب طلع الغنم. فقال له: فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت ندائك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة، فدل ذلك على وجود الجن. طب تعالى بسرعة كده، وعايزين المعلومات كده، حاجة زي بيقولوا كده تيكاوي سريعة كده، عشان تعرف عدوك إمكانياته وكل حاجة عنه عشان تقدر تستعد لهذا العدو اللدود. هل في فرق بين الجن والملائكة؟ بعض الناس بتقول الجن يا جماعة هم الملائكة، بعض الناس بيقولوا كده. ليه؟ قالوا لأن ده ما بنشوفوش وده ما بنشوفوش، يبقى الاتنين زي بعض. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كما عند مسلم إن الملائكة خلقت من النور وأن الجن خلقت من النار. وبعدين الجن بيأكلوا ويشربوا ويكذبون ويعصون ربهم سبحانه وتعالى، أما الملائكة فإنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السؤال اللي بعده، تعالوا ناخد الأسئلة سريعة كده عشان يبقى فيه تشويق. متى خلقت الجن؟ هم الجن اتخلقوا إمتى؟ يعني بتحديدا متى خلقت الجن؟ حقيقة يا جماعة عشان يبقى كلامنا علمي، واحنا اتفقنا على الأمانة العلمية ان احنا ما نقولش كلمة الا بدليل من كتاب الله او من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحديدا ما نعرفش، لكن يقينا هم اتخلقوا قبل خلق الإنسان. يعني هم اتخلقوا فعلا قبل خلق الإنسان، وإلا سيدنا آدم كان أول البشر، أبو البشر خلق. وكان مين موجود؟ كان إبليس وذريته كانوا موجودين. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. خد بالك، أما حتى بقى أن هم خلقوا كما في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم خلقوا قبل الإنسان بألفين سنة وواء، فهذا مما ليس عليه أي دليل لا من كتاب ولا من سنة. خش على السؤال اللي بعده، صفتهم إيه؟ شكلهم إيه الجن والإنس؟ يعني الجن عفوا شكلهم إيه؟ يا ترى يعني هل ليهم عينين كده وليهم حواجب وليهم راس وشعر وإيدين ورجلين ولا شكلهم إيه؟ حقيقة هم لهم خلقة احنا ما نعرفش شكلها بالظبط على الحقيقة، احنا ما نعرفهاش، لكن في حاجات معينة ربنا ذكرها في القرآن. فربنا ذكر ان لهم قلوب مثلا، وذكر ان لهم عيون ولهم آذان، وذكر ان لهم صوت. ايه الدليل على كده؟ خد معاك اول دليل. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. صفتهم ايه؟ قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، اثبت القلب، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. يبقى له صوت، يبقى إذن الجن له قلب وله عين وله آذان وله صوت. أما صفة الشكل بقى، شكله إيه بالظبط؟ دي حاجة إحنا الحقيقة ما نعرفهاش، ونقف عند الذي يأتي من القرآن أو من السنة، ولا نتعنت في إن إحنا نعرف بقى وصفهم إيه، شكلهم إيه، شعره عامل إزاي، وشاف إيه. الحاجات دي لا تنفع ولا تضر. طيب، قدرة الجن على التشكل، عنده قدرة إن هو يتشكل؟ يعني هل هو بيظهر في صورته الجنية زي ما بيقولوا يعني، ولا بيقدر يتشكل في أشكال تانية؟ لا، بيقدر يتشكل في صورة الإنسان. تخيل، يعني يبقى جن أو شيطان ويقدر يتشكل في صورة إنسان، أي نعم، ويقدر يتشكل في صورة بعض الحيوانات. زي إيه؟ زي القطط أعزكم الله، وزي الكلاب، وزي الحمير، وزي الجمال، واخد بالك. لكن اكتر صوره بيتصور فيها الجن في صوره الكلب الاسود والقط الاسود. خد بالك، ايه الدليل على الكلام ده كله؟ خد الدليل
في صحيح مسلم عن ابي ذر معنى الحديث في معناه ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الانسان علشان ما حدش يقطع صلاته لابد يكون قدامه حاجه كده زي حاجز او جدار او ساتر، واخد بالك؟ قال فانه يقطع صلاه الرجل الحمار والمراه والكلب الاسود. فساله ابو ذر بيحكي الحديث للصحابه، قالوا طب ايه يعني ايه الفرق بين الكلب الاسود او الاحمر او الاصفر؟ اشمعنى الكلب الاسود هو اللي يقطع صلاه الرجل؟ قال سالت النبي عن ذلك فقال الكلب الاسود شيطان. واحنا عارفين يا جماعه ان الشيطان جاء الى المشركين في غزوه بدر لو تفتكروا في سوره سراقه ابن مالك، ووعدهم بالنصر على المسلمين الى اخر القصه. ولكن في قصه تانية جميله جدا برضو بتوضح لنا يعني حتة قدرة الجن على التشكل. لو تفتكروا حضراتكم الحديث رواه البخاري لما سيدنا أبو هريرة كان النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعني يحفظ التمر بتاع الصدقة، فجاءه الشيطان في صورة رجل وبدأ ياخد التمر ويسرقه، فأبو هريرة راح مسكه فقال له طب يعني ده أنا فقير وعندي عيال وعلي دين ومش عارف إيه، واتركني والله لن آتي مرة أخرى. فأبو هريرة راح يصلي الفجر مع النبي عليه السلام، فالنبي قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إن عليه دين وعليه مال ووا ولن يأتي. قال كذبك وسيعود. شوف النبي عرف منين؟ عرف من خلال الوحي. فعاد مرة أخرى فأبو هريرة راح مسكه قال له دعني والله لن آتي مرة أخرى ومش عارف إيه. فالمهم أبو هريرة صعب عليه وراح سايبه. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاة بيقول له صدق كذبك وسيعود. في اليوم الثالث مسكه قال له لا مش هسيبك بقى خلاص، لا يلدغ الإيه المؤمن من جحر مرتين. فقال له طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة تنفعك. قال له ما هي؟ قال له إذا نمت عند النوم يعني اقرأ آية الكرسي فلن يكون عليك لن يتسلط عليك شيطان حتى تصبح. فعاد أبو هريرة فحكى الكلام للنبي فقال صدقك وهو كذوب. أما علمت من تكلم يا أبو هريرة منذ 3 أيام؟ قال من هو يا رسول الله؟ قال ذاك شيطان. تعالوا نكمل معلوماتنا عن أعرف عدوك ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا بسرعة نعرف عدونا ونعرف إمكانياته وقدراته عشان نقدر نحاربه ونقدر نصارع الشيطان. تعالوا نشوف قبح صورة الشيطان. الشيطان شكله إيه؟ يا طبعا متخيل في أذهان أي إنسان في الدنيا مهما كان حتى لو ما قرأش ولا عرف حاجة عن الشيطان، متخيل طبعا شكله يكون وحش جدا. بعضهم بيرسم واحد صوره شكله مش عارف أحول وطالع القرون وحاجات كده ومش عارف إيه، لكن شكله الحقيقي إحنا ما نعرفوش، لكن هو فعلا شكله قبيح جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى شبه ثمار شجرة الزقوم اللي هي تنبت في أصل الجحيم شبهها برؤوس الشياطين. قال جل وعلا إنها شجرة إلى شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وده بيفكرني بطرفة كده حلوة كان حكاها أحد مشايخنا، إنه كان يعني إيه كان أبطلية كده في الثمانينات ودخل السجن ومش عارف إيه. فالراجل اللي واقف لهم على الزنزانة سايبهم بقى لهم يومين ما كلوش، فبيقولوا له طب يعني خد فلوس وهات لنا سندوتشات وكده. فقال لهم ممنوع. طب هنموت؟ قال لهم موتوا. مش عارف حاجات كده يعني كانت صعبة يعني. فالمهم فالشيخ كده كان دمه خفيف ما شاء الله ويعني فقال له طب اقول لك حاجه حلوه، طب خد فلوس وهات لنا اكل وكده ويعني وخد فلوس زياده. قال له لا مش عايز. قال له طب اقول لك خد فلوس وهات لنا اكل وخد فلوس كمان فوقها زياده، وفوق ده كله انا معايا 50 أخ كلهم بفضل الله حافظين القران، هنقعد ندعي لك ونبتهل الى الله ونتضرع ان ربنا يكرمك يوم القيامه حبيب قلبي كده وتيجي ان شاء الله تجر من شجره الزقوم. فبص له كده قال له هو انا يعني مستني دعواتكم؟ ده انا غصب عنكم واكل منها واكل. يعني طبعا هو يعني ايه هو مفكر انها كان جاتوه هيتوزع يوم القيامه يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالمولى عز وجل وضح ان الشياطين فعلا شكلهم صعب جدا. وده بيفكرنا برضه موقف تاني عجيب جدا. احد الشعراء هو اللي بيحكي الموقف ده، بيقول في هو كان الشاعر ده كان ايه كان يعني كان رجل علماني شويه وكان شكله ربنا يعافينا كان قبيح شويه. فبيقول في يوم من الايام واقف مستني تاكسي وفجاه لقيت واحده بتقول له لو سمحت ممكن كلمتين؟ قال لها خير؟ قالت له بس تيجي معايا عند المحل ده بس هقول للجواهرجي كلمه صغيره ويعني وترجع تاني. قال لها حاضر. فاخدته وراحت لحد الجواهرجي وقالت له لو سمحت. قال لها ايوه يا فندم. قالت له شبه ده بالظبط ماشي؟ قال لها حاضر يا فندم. قالت له السلام عليكم وراحت ماشيه. فراجل الشاعر ده استغرب هي بتقول كده ليه؟ فدخل المحل بيقول له هي بتقول لك زي ده ليه؟
قال له ابدا يا فندم، ده حضرتك جات لي من نص ساعه وقالت لي انا عايز اعمل خاتم واعمل الفص بتاعه صوره شيطان. فانا قلت لها انا ما اعرفش الشيطان شكله ايه، فجابت حضرتك وقالت له يعني ايه زي ده بالظبط كده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في موضوع قول المولى عز وجل انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه ايه رؤوس الشياطين. طيب السؤال اللي بعده، واحنا قلنا المعلومات هتبقى تيك اوي سريعه كده، هل الشيطان عنده قدره في انه يتمثل في صوره الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا ما ينفعش. الشيطان ممكن يتمثل في اي صوره، وبيتمثل في صورة إنسان، وبيتمثل في صورة إنسان حقيقي وتشوفه قدامك، ممكن يكون إنسان زي ما حصل مع سيدنا أبو هريرة، لكن هل هو ممكن يتمثل في صورة الرسول سواء كان ذلك في اليقظة أو في المنام؟ ما ينفعش لا في اليقظة ولا في المنام. خد بالك، لأن الموضوع ده كله مرتبط بإيه؟ بالشرع وبالهدي وبالسنة إلى غير ذلك. فلا يتمثل الشيطان في صورة لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي نبي. قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، والحديث في البخاري ومسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الله، طب ده في ناس بتشوف حد وتقول هو الرسول وما يكونش هو الرسول. أيوة، الشيطان لا يتمثل في صورة النبي الحقيقية، لكن ممكن يتمثل في صورة تانية ويخدع النائم دوت في إن هي دي الصورة بتاعت النبي. فاللي يقرأ مواصفات النبي أو اللي يقرأ وصف النبي، إن شاء الله نعمل لكم حلقة عن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، بحيث لما تشوفه تعرف ان هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مره واحد جاي بيقول لي انا امبارح شفت النبي، قلت له شكله ايه؟ قال لي شعر اصفر وعينيه خضر وابيض وما شاء الله. قلت له يبقى انت شفت اي حد تاني غير النبي، ممكن تكون شفت جون ترافولتا اي حد، انما النبي شكله مش كده صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ فالشاهد في الموضوع ان ممكن الشيطان يجي لك في صوره حلوه في المنام ويجي لك في صوره واحد غير النبي يقول لك هو ده النبي. تشوف واحد يعني ابيض فابيض ولابس ثوب ابيض وحاجات كده، يعني اعرف وصف النبي عشان تعرف ان هو ده النبي. فانما الشيطان يقدر يجي في صورة النبي الحقيقية فلا يمكن ابدا. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال بقى مهم جدا ومحير ناس كتيرة جدا، اذا كان الجن خلقت من النار فكيف تعذب بالنار؟ مش سؤال مهم؟ سؤال مهم جدا فعلا. مش الجن مخلوق من النار؟ ازاي يوم القيامة الجن عصاة الجن يعني والشيطان اللي هو ابليس الاكبر، ازاي كل دولت هيتعذبوا في النار؟ هقول لك حاجة ظاهرة خالص، الإنسان أصلا أصل خلقته مخلوق من إيه؟ من الطين. طب هل هو الآن طين؟ لا، هو دم ولحم وعروق وعصاب وعظمه، تمام؟ يبقى هو مش طين، بل قد يعذب الإنسان بالطين اللي هو أصلا مخلوق من الطين. لو مسكت كتلة الطين وضربته بيها ممكن يتعور، ممكن يتجرح، وممكن يحصل له أي حاجة، صح كده؟ يبقى إذن الإنسان أصل خلقته من طين، لكن هو الآن مش طين. والجن مخلوق من النار لكن هو الآن مش نار. إيه الدليل على كده؟ ثلاث أحاديث بسرعة تاخدهم كده وتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولين رواه النسائي بسند صحيح عن أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذه النبي وخنقه وصرع حتى قال: حتى وجدت برد لساني أو برد برد لسانه على يدي، حسيت بالبرد بتاع لسانه على يدي. فلو كان الجن من النار لما وجد النبي برد لسان الجن. ادي الحديث الاولاني. الحديث الثاني ان الشيطان في يوم من الايام جاء في عداء عجيب جدا مع النبي عليه السلام، جاي وماسك شعله وداخل بها على وجه النبي. الحديث رواه مسلم ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من النار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الشيطان اصلا نار محتك، ما كانش هيحتاج ان هو يجيب شعله من النار لان هو نفسه نار، يبقى اذا هو ليس نار. الحديث الثالث والاخير قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. فلو كان الشيطان من النار وهو الان نار، فلو كان بيجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق لاحترق الانسان. اذا فالشيطان مخلوق من النار او الجن مخلوق من النار لكنه الان ليس نارا، واذا جاء يوم القيامه عصاة الجن وكفرة الجن يعذبون في النار، ويعني كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حد شاف الجن؟ مين اللي شاف الجن يا جماعه؟ الاصل ان الانسان ما يشوفش الجن، ولذلك قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
فالآية واضحة حبيبي، الآية واضحة إن الإنسان ما يشوفش الجن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن، ودي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب هل في حد تاني، في كائن تاني أو في كائنات موجودة ما بيننا ممكن تشوف الجن، ممكن تشوف الشيطان؟ آه، مين هما؟ اتنين من الحيوانات أعزكم الله، الكلب والحمار. ورد بكده حديث، ورد بكده حديث، اديني الدليل، خد الدليل بس صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني في الصحيحين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا سمعتم صياح الديكه، والكلام ده طبعا كان قبل انفلونزا الطيور، دلوقتي ما بنسمعش خالص يعني، اذا سمعتم صياح الديكه فاسالوا الله من فضله فانها رات ملكا. يا سلام يا سلام، لما كنت تعدي كده قبل بقى ما يقتلوا الطيور ويعملوا العمليه اللي عملوها دي كلها، كنا نعدي في الشوارع والحواري ونسمع صياح الديكه، فنعرف ان في ملك معدي الان من قدام الديكه، فنسال الله عز وجل من فضله. سبحان الله. شوف بقيه الحديث: واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا. بنص الحديث ان الحمار عندما ينهق فانما يرى شيطانا عياذا بالله. طيب والحديث الثاني: رأى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير، الاثنين مع بعض يعني سواء ده أو ده، إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. ولا عجب في ذلك، العلم الحديث أثبت أن الهدهد مثلا بيرى الماء من فوق طبقات الأرض، ولذلك سيدنا سليمان لما سأل عن الهدهد، هو سأل عنه ليه؟ لأنه كانوا محتاجين مية، كانوا محتاجين يشربوا، فكان الهدهد بيأتي وينظر إلى الأرض فيرى الماء تحت طبقات الأرض فيحفروا فيلاقوا المية. فالهدهد ربنا أعطاه قدرة في البصر بتاعته أنه هو يقدر يشوف المية من تحت طبقات الأرض. وإيه تاني؟ والبومة ترى الفأر في الظلمة الشديدة، والنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية. فهذه قدرات ربنا بيضعها في بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكن عايز أقول لحاجة خالص، عدم رؤية الجن، احنا ما نشوفش الجن، عدم رؤية الجن ليس دليلا على عدم وجودي. يعني مش معنى ان انا ما بشوفش الجن يبقى ما فيش جن، واخد بال حضرتك؟ طب احنا ما بنشوفش الروح، صح كده؟ هل معنى كده ان ما فيش روح؟ بيبقى الراجل قاعد ما بيننا وزي الفل وبيتكلم وبياكل وبيشرب وبيضحك، وفجأة سكت وروحنا غسلناه ودفناه. ليه يا جماعة؟ قالوا طلعت روحه. طب انت شفت روحه يا طالعه؟ لا ما شفتهاش، لكن نؤمن ان في روح. بيبقى احيانا الانسان ماسك بيصلح حاجه كهربائيه، وبعدين مره واحده يروح متكهرب. ايه في ايه؟ قالوا الكهرباء. انا مش شايف كهرباء. ايوه انا مش شايف كهرباء، بس عندي يقين ان السلك دوت فيه في كهرباء. فان كنت في امور الدنيا يعني ما انتش شايف سلك كهرباء، لكن توقن ان في كهرباء، ولما تشوف انسان قدامك فجأة مات يعني طلعت روحه وانت ما شفتش الروح، فمن باب اولى ان انت تؤمن ان في جن حتى لو ما شفتش الجن. بلاش ده كله، اتنين بيبقوا نايمين جنب بعض يا جماعة في سرير واحد، فالراجل شاف رؤية جميلة كده، شاف نفسه داخل الجنة وشايف النبي وشايف الصحابة وبيأكل من ثمار الجنة وفرحان ومبسوط، وزوجته بتقوم من نفس وهي نايمة جنبه على السرير، أيما في نفس الليلة وفي نفس اللحظة تقول: أعوذ بالله، في إيه يا ستي؟ قالت: أنا شفت نفسي وأنا داخل النار وحصل وبتعذب ومش عارف إيه، ولقيت أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط والشلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي، ولقيتهم وتعذبت، مع إن الاتنين نايمين في سرير واحد وهو روحه بتنعم وهي روحها بتعذب. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ في أمور الغيب دي ما نحكمش فيها عقلنا، ولكن نرضى ونسلم ونستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ونؤمن بالغيب كما أمرنا المولى عز وجل. طيب السؤال اللي بعده، هم الجن مكلفون ولا مش مكلفون؟ آه مكلفون، مكلفون بالتكاليف الشرعية كالإنس، ولكن مش بنفس التفصيل، خد بالك مش بنفس التفصيل. هم مشاركون لنا في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. إيه الدليل؟ قول المولى عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول المولى عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يبقى هم مكلفين بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. طيب هل صالح الجن، الناس الجن الصالحين، هل هيدخلوا الجنة ولا مش هيدخلوا؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة من أعرف عدوك وبرنامج المصارع، عشان نعرف عدونا ونعرف نصارعه إزاي.
إني داع فأمن من قلبك، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، نجنا من كيد شياطين الإنس والجن، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، ارحم موتى المسلمين واشف مرضى المسلمين ونجح طلاب المسلمين يا رب العالمين، واجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر نتصارع من دوامات الدنيا والشوارع.